تطور إشكال فردي في حي البرغوث في صيدا على خلفية مالية إلى إطلاق نار وإصابة شخص بجروح. وفي التفاصيل، فقد دخل شخص يدعى ماهر ألف إلى سوبر ماركت تعود لشخص يدعى إبراهيم مرعي، حيث تبادل الحديث معه. وحسب مرعي فإن ماهر كان قد استدان منه مبلغ 300,000 ليرة منذ فترة، وقد اعترف له أنه هو من قام بسرقة براد المرطبات قبل أيام. وبعدما طالب صاحب السوبر ماركت إبراهيم مرعي المدعو ماهر بالمبلغ المستدان وبثمن البضاعة التي تمت سرقتها من البراد، قام الأخير بإقفال باب السوبر ماركت. فقام مرعي بضربه عندما عمد ماهر إلى إحضار بندقية من نوع بومباكشن، حيث أصيب يوسف عين ونقل على الأثر إلى المستشفى للمعالجة. وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث وتعمل على ملاحقة مطلق النار لتوقيفه. صور.